أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا بسوق التوفيقية يوم الأربعاء معاكم قناة المواشي اليوم يوم 20/9/2023، وتعالوا نشوفوا العجمية البراون مع المعلم سعيد برجل. صباح الفل يا معلم سعيد، عامل إيه يا غالي؟ كل سنة طيب. خدتها بياما دي؟ والله 28 ونص يا جماعة براون، بسم الله ما شاء الله على المال، الله أكبر. تحت العشرة يا سعيد الراي المحترم دي، الله يبارك فيك. صباح الفل يا غالي، عامل ايه يا غالي؟ عامله يامي 28 ونص. الله عمي 28 ونص يا تحت العشر كده؟ ايوه عمي. الله اكبر الله اكبر. خليل براون يا جماعه وتحت العشر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليه كده مال صلاه النبي عليه زي ما انتم شايفين في سوق التوفيقيه. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي على الماء. الله يبارك لكم، الله صلاه النبي عليه، بسم الله ما شاء الله. معاكم حاجه ثانيه غيرها سعيد؟ لا والله ما ختمه غيرها. الله يصلح حالكم. رقم التليفون لو حد عايز حاجه برضه 010 011 11 8 1 8 1 7 8 8 5. اي حد يتواصل معاكم تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معاه واجب. صباحكم ابيض، الله يصلح حالكم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. تعامل 24 ونص تحت العشر هي؟ اللهم صل عليك يا نبي على الوانات الحلوه يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، مع الناس المحترمين الله يقويهم ويعينهم ويصلح حالهم وحال الجميع يا رب. اللهم امين، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. معكم حاجه غيرها تاني خان؟ ان شاء الله الله يصلح حالكم ويجعل صباحك ابيض ان شاء الله يا رب، نارك ابيض الله يجعل شوك احسن منها يا رب. اللهم امين، صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله. تحت العشر عسل دي؟ الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. لبنيه ولا كسر حاجه؟ لبنيه يا ابو الحاج. بسم الله ما شاء الله، عامله يامي؟ عامله 29,500. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. معكم حاجه غيرها تاني؟ الله يصلح حالكم يا غالي. منين حضرتك؟ شيشتي الانعام مركز سيل برود محافظه البحيره. الله اكبر، الله يصلح حالكم. كام الرقم يا صاحبي؟ اللهم صل عليك يا نبي. موجود عندكم عجميات تحت العشر برضو؟ عشان لو حد عايز حاجه برضه ادينا الرقم. اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله على المال، الله اكبر. 29,500. 015 07 02 52 53 06 06. الله يبارك لكم. اي حد يتواصل معاكم تابع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معاي، الله يصلح حالكم وحال الجميع يا رب. اللهم امين، ويصلح حال الجميع يا رب. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. انسبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. I'm going to go to the next one.